مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان تتواصل التحديات والاثاره هنا على ارضيه ميدان البصير، وعلى بركه الله ينطلق الشوط الثالث الخاص بالبكار الحقايق من مسافتنا 4 كيلومترات. نسير مع هذه الاسماء ومع هذه الشعارات المنطلقه والباحثه عن الناموس. نبدا بعد المراكز وننطلق هنا مع اول المراكز سمحه سعيد بن محمد بن حمد بن سالمين المري على اول المراكز وعلى الانطلاق الاول. ثاني المراكز وثاني الاندفاع هنا سليل بشعار فهد بن علي بن حمد بن جابر العذبه على اول على ثاني الانطلاق. ثالث المراكز قادمه هنا تيجان سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي، وفي رابع المراكز ورابع الانطلاق قادمه هنا ومندفعه جباره حمد بن علي بن راشد بن صالح بن ملهيه، وفي خامس المراكز قادمه هنا ومنطلقه المتحده تحضر هنا بشعار حمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعيه. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة. وعود مع اللي غيرت وانطلقت، عود مع الصدارة مع أول المراكز. هنا تيجان سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي منطلق على البداية وعلى الصدارة. ثاني المراكز ومنطلقة سليل فهد بن علي بن حمد بن جابر عذبه مع سليل على ثاني الانطلاق. ثالث المراكز قادمه جباره حمد بن علي بن راشد بن صالح بن ملهيه، وفي رابع المراكز بن سالمين منطلق هناك مع سمحه سعيد بن محمد بن حمد بن سالمين المري، وفي خامس المراكز هنا قادمه ومندفعه. هنا منطلقة مقريبة على خامس المراكز خالد بن علي بن جمعة بن عيسى الكعبي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة. وعود هناك إلى سليل فهد بن علي بن حمد بن جابر العذبة على أول المراكز. من الجانب الآخر هناك تيجان سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي على ثاني المراكز. هناك منطلقة من الجانب الآخر تيجان، وهنا سليل، هنا سليل منطلقة بشعار فهد بن علي بن حمد أو فهد بن علي بن حمد بن جابر العذبة. وفي ثالث المراكز وثالث الانطلاق قادمة هنا على ثالث المراكز الله يا الشاهنية سالم بن جابر بن محمد الحنزاب، وفي رابع المراكز هناك منطلقة على رابع المراكز جنون سهيل بن مالك بن سالم بن علي الهاشمي، وفي خامس المراكز افراح جابر بن حمد بن حسين بن علي الجرحب. هكذا هي النتيجة والاسماء مشاهدينا متابعينا الاعزاء. لكن اعود الى الثنائي، هناك الثنائي الله يا تيجان سليل، ولكن سليل منطلقة على الصدارة على اول المراكز، وهنا فهد بن علي بن حمد بن جابر العذبة غير العذبة وانطلق هنا مع 1500 متر. بدأت التعليمات وبدأت الأوامر وبدأت سليل فهد بن علي بن حمد بن جابر العذبة هنا على بداية هذا الشوط وعلى رأس حربة هذا الشوط. ثاني الانطلاق قادمة تيجان سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي، وفي ثالث المراكز قادمة هنا الشاهنية سالم بن جابر بن محمد الحنزاب، وفي رابع المراكز الله يا جنان سهيل بن مالك بن سالم بن علي الهاشمي، وخامس المراكز هنا الشرود فلاح بن علي بن مسفر بن محمد الجربوعي. هكذا هي الأسماء والكيل الأخير الكيل الخطير سليل مع البداية
مع الانطلاق الأول، وهنا فهد بن علي بن حمد بن جابر العذبة ثاني الانطلاق. الله يا الشاهنية، سالم بن جابر بن محمد الحنزاب غيرت هنا وانطلقت الشاهنية، وانطلق سالم بن جابر بن محمد الحنزاب ثاني المراكز تحاول. هنا سليل فهد بن علي بن حمد بن جابر العذبة ثالث المراكز، لكن أعود مع الصدارة مع أول المراكز الشاهنية. سالم بن جابر بن محمد الحنزاب بدأت التعليمات وارسل التعليمات إلى الشاهنية. هنا سالم بن جابر بن محمد الحنزاب ثاني المراكز، ثاني الانطلاق سليل فهد بن علي بن حمد بن جابر العذبة مع سليل على ثاني المراكز، لكن أعود مع الصدارة مع أول المراكز الثلاثمية متر الأخيرة. وهنا منطلقة ومندفعة هنا الشاهنية، سالم بن جابر بن محمد الحنزاب منطلق مع الشاهنية. وسعد الله صباحك يا راعي الشاهنية، ما شاء الله بدأت هنا الشاهنية تبدأ بالعروض المميزة. وهنا جابر أو هنا سالم بن جابر بن محمد الحنزاب المري، تهانينا والناموس لمالك الشاهنية هنا على هذا الانتزاع.